معنا عبر الهاتف من دبي دكتور زهير خشيم استشاري الطب النفسي. مرحبا بك معنا دكتور زهير. هذه الدراسة الأسترالية ربطت بين عدم النوم الكافي عند الأطفال وغضبهم أو كآبتهم أو تصرفاتهم العدوانية في حياتهم. ما رأيك بهذا الموضوع؟ حياك الله أستاذ أحمد. الموضوع حلا أنه الأطفال هذولا ما بيناموا نوم كافي كما ذكرت وتفضلت أنت. عشان أنام أنا لازم أكون حاسس بأمان وحاسس أني إيش شبعان. هذه أول واحدة. اثنين بالنسبة للأطفال عشان الطفل ينام مرتاح لازم أول شيء يكون وقت النوم محدد مبرمج يوميا ولا يتغير. اثنين أنت لازم يكون عندك مثلا الغرفة تكون مهيئة حتى في أيام العطل. حتى في مدرسية. أيام العطل نعم أنت بتتكلم عن أطفال ما نعم. تبغى تغير البرنامج حقه. النور في الغرفة مهم جدا لازم يكون النور خفيف عشان يحس بالنوم وقت النوم. بعد كده ويحصل على نوم عميق. يحصل على نوم عميق أحسنت. وبعد كده إيش الأصوات ما يكون في عنده أصوات مزعجة. بعد كده وأهم حاجة في الموضوع هذا إنه ما بيسمع يعني زي ما بيقول إيش شجار بين الوالدين. هذا مهم جدا لأنه الشجار بين الوالدين بيعكس عليه. كل ما كان البيت حتى أثناء النوم دكتور. حتى أثناء النوم. هو زي ما يعني أقصد في حال الشجار في النهار بين الوالدين يؤثر على الطفل أثناء نومه. بالتأكيد هذه ضغوط نفسية هذا ما يسمى بالستريس أو الضغوط النفسية بينضغط. بعد كده لما يكبر شوية ويروح للحضانة أحيانا يكون في الحضانة هذه مضغوط الأبلة ما هي عاجبته. في أحد من الأطفال بيأذي في أحد من الأطفال بيضايقه فبيرجع البيت يبغى ينام كمان أو يمتنع عن النوم. في حالات أخرى يقول لك النوم تنصح بفترة القيلولة العصر لنوم الأطفال. بالنسبة للأطفال يعتمد على حسب السن. في أطفال اللي نسميهم الرضع هذول بيحتاجوا إلى ناب كل ساعتين. بعد كده لما يكبروا الطفل اللي بيخش الحضانة يحتاج إلى الناب. حتى نحن الكبار نحتاج إلى ناب. النوم بيريح العقل. والله نحتاج يا دكتور نحتاج بشدة. بالتأكيد هي كلها نص ساعة إلى ساعة زمان. النوم هنا بيعطينا إيش بيشحن العقل مرة تانية بيريح العقل عشان يعرف يتصرف تصحى صاحي. عشان كده انت بتشوف في ناس مضطربين هو ما يسمى باضطراب النوم. في ناس دائما مضطربين ليش؟ لانه ما بينام كويس ولاحظهم من عيونهم تلاقي عيونهم حمراء كمان. نعم شكرا جزيلا لكل المعلومات والشرح المختصر الدكتور زهير خشيم استشاري الطب النفسي متحدثا الينا مباشره عبر الهاتف من دبي.